ولنقاش آخر المستجدات عن انتفاضة تشرين، يحضر معنا في استوديو رافدين الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم أستاذ. مساء الخير حضرتك ولين مساء مشاهدي النور. قناتكم الكريمة. سيكون معنا أيضا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ صباح علو، نرحب بك أيضا. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم أستاذ صباح. ونبدأ بضيفنا في الأستوديو. نتحدث في البداية عن البيان الذي كان لرئيس الوزراء الحالي، تحدث فيه عن الخارجين عن القانون. كيف تقرأ هذه التسمية التي وصف بها المتظاهرين السلميين منذ شهر؟ أنا تابعت الخطاب اللي صدر عن عادل عبد المهدي، والذي هو لم يخرج بنفسه ولا أعرف أين اختفى منذ 10 أيام، ولكن هو يعني يحاول من جهة أن يستهين بالمتظاهرين، ومن جهة أخرى يحاول أن يستعمل لغة التهديد. فهو يقول لقد كان لطيفا أن تكون هناك في ساحة التحرير فعاليات شعبية يعني أسعدتنا، وهو يشير إلى بعض ما كان يفعل المتظاهرين مستهزئا بهم. والأمر الثاني يبرر العنف الذي تم استخدامه ضد هؤلاء المتظاهرين على اعتبار أن بعضهم كانوا خارجين على القانون. وأنا أنا لا يعني هذا هو السؤال، لا أعرف كيف يميز بين هو من هو خارج عن القانون وما بين هو متظاهر فعلا. يعني هذه الرواية يعني ألم تمل منها؟ دائما ما تتهمون من يخرج ويصدح بالحق ويحاول أن يطالب بحقوقه بأنه هو خارج عن القانون أو مندس أو تابع لدولة معينة. وهذا المسخ الجديد يعني الخزعلي يقول بأن من يدير هؤلاء هم إسرائيل وأمريكا، ولديهم محطات استخباراتية تدير هؤلاء المتظاهرين. يعني لا أعرف كيف لا يستحي من نفسه ويتهم شباب بعمر 15 سنة وعمر 20 سنة بأنهم عملاء للموساد والولايات المتحدة، وبنفس الوقت يدافع عن خامنئي هذا المسخ الآخر لأنه يعني أهانه المتظاهرين حينما حرقوا صوره وضربت بالأحذية بسبب وصفه للمتظاهرين العراقيين بأنهم مشاغبون. هذا يعني هم يصرون على أنهم عملاء لإيران، يصرون على أنهم يقفون بوجه الشعب العراقي، يصرون على النذالة التي يعيشون فيها. وبالتالي أنا يعني أتوقع أن لا مجال لمصالحة ممكنة ما بين الشعب العراقي وهذا النظام. الأمور متجهة إلى كسر العظم ما بين هذا النظام وما بين الشعب العراقي. ننتقل لدكتور صباح علو من عمان. دكتور، كيف يمكن أن نقرأ التناقض كما قال مراقبون في حكومة عبد المهدي وفي تصريحاته حول الإضراب وما يجري من تظاهرات في العراق وخاصة في بغداد؟ خلال أقل من ساعة واحدة عبد المهدي أكد أن المصالح تعطلت في البلاد نتيجة الاحتجاجات والاعتصامات، بينما الناطق باسمه عبد الكريم خلف قال أن الإضراب في بغداد فشل فشلا ذريعا. أيهما نصدق؟ حقيقة ما يحصل في العراق من انتفاضة من 11 ولغاية اليوم، وكل يوم تزداد تنسيقا وتزداد إبداعا في عملية الصمود بوجه النظام الفاشل حقيقة. ولكن حالة التناقض التي تعيشها العملية السياسية برموزها الممثلة برئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو الكتل الممثلة بالتيارات الحزبية الممثلة في البرلمان، حقيقة هو حالة الرعب من وجود قوة ممثلة بالشباب بالدرجة الأساسية من أعمار 15 إلى 25 سنة لا يملكون أي إرث تاريخي لكل أشكال النزاعات السياسية ومعاشه العراق. إذن هم ولادة جديدة لقوة مؤثرة في طبيعة الحركة السياسية للعراق حقيقة من رحم الطائفية والفساد والمحاصصة التي عاشوها منذ 2003 ولغاية الآن. نعم. هذا هو الجوهر الأساس الذي أرعب النظام السياسي بالعراق واستخدامه لحالة العنف والقوة. لذلك نلاحظ
التصريحات تأتي متناقضة من كثيرا من الشخصيات والشخوص أو الطبقة السياسية الفاشلة، تأتي متناقضة، أو أنه الشخص الواحد يناقض نفسه في تصريح اليوم أو صباحا شكل، والأمس أو الليل أو اليوم الثاني شكلا آخر. لذلك نلاحظ حالة التداعي الموجودة دون معرفة أي شكل من أشكال المخرج الذي يسهل لهم عملية القضاء على هذه الانتفاضة كما حصل في 2011 أو ما بعدها، وكثيرا من الانتفاضات الشبابية التي مر بها العراق منذ 2003 ولغاية الآن. نعم هنا دكتور صباح، ستبقى هنا تكمن حالة الصمود. نعم ستبقى معنا دكتور صباح، باعتبار أشرتم للمخرج، مخرج هذه الانتفاضة والحراك الشعبي. أستاذ نظير، إلى أي مدى تظن أن العصيان المدني والإضراب العام الذي أعلنوا عن تمديده النقابات والمتظاهرين أيضا سيكون جزء من هذا المخرج؟ يعني أنا أقول الجميع عندما يرى هؤلاء الشباب في تظاهراتهم وكيف أنه يتم تصعيد التظاهرات والاحتجاجات من مرحلة أخرى، إننا نتعامل مع شباب يعيدون كتابة التاريخ العراقي، هم الآن يعيدون كتابة تاريخ العراق الحديث بكل وجه ناصع، وهذه الفترة الظلامية التي امتدت من 2003 إلى يومنا هذا ستكون فترة مظلمة تمحى من ذاكرة العراقيين، لأنها لم تجلب لنا إلا الخراب، جلبت لنا الطائفية وجلبت لنا الصراع القومي وجلبت لنا الفساد والأمية والجهل. هذه فترة مظلمة سيعيد شعبنا وشبابنا إعادة كتابة تاريخ العراق من جديد بهذه الوسائل السلمية التي يقوم بها. وما نراه الآن، يعني جميع المسؤولين الذين كانوا على قولة شعبنا ضامين رؤوسهم في الفترة السابقة الآن بدأوا يخرجون. لماذا؟ لأنه كان اليوم الأول لتنفيذ المرحلة الثانية من الاحتجاجات الشعبية وهي إعلان العصيان المدني. ظهرت يعني ظهر عندنا قيس الخزعلي، وظهر سعد الحديثي، وظهر عبد الكريم خلف، كلهم يحذرون من موضوع يعني قطع الشوارع والامتناع عن الدوام في الدوائر الدولة ويعني قطع الطرق عن الموانئ والمطارات. هذا لأنهم يدركون بأن هذا الإضراب لو استمر لمدة 10 أيام فقط ربما سيكون كفيلا بإنهيار هذا النظام. لذلك هم في حالة رعب وفي حالة يعني هستيريا بتصريحاتهم وبتصرفاتهم. والآن ستبقى معنا المعذرة فقط للإشارة، المعذرة على المقاطعة، نشير فقط لمشاهدينا الكرام، نشاهد لقطات من إحراق أو حدث معين في القنصلية الإيرانية بكربلاء. هناك نيران، هو ليس إحراق لكن هناك نيران بالقرب من القنصلية الإيرانية بكربلاء، وكنا قد أشرنا في وقت سابق عن تصريحات للخزعلي ربما هي ساهمت في استفزاز المتظاهرين للخروج أمام القنصلية. ويبدو أن هذا الفيديو يأتي مباشرة من كربلاء الآن. نعم. حيث يعتصم أو يحيط المتظاهرون بالقنصلية الإيرانية في كربلاء حاضنة المرجعية، ويقومون على ما يبدو في محاولة لإنزال العلم الإيراني وإحلال العلم العراقي، نظرا لما صرح به الخزعلي من تصريحات استفزازية كبيرة في الحقيقة بعد لقائه مساء هذا اليوم، وتأييده لخامنئي فيما قاله ضد هؤلاء المتظاهرين من شباب العراق. غالبا تم إنزال العلم. نعم. زميل يونس، على ما يبدو. نعم. ونشاهد الآن رفع العلم العراقي في القنصلية الإيرانية. Thank you.
نواصل جولتنا الإخبارية. نحتاج أن نسمع تعقيبا من الأستاذ نظير على هذا. نعم، أنا يعني قبل أن أدخل الاستوديو كنت أتابع الأخبار في هذا يعني موضوع القنصلية الإيرانية في كربلاء، كان يتم رشقها يعني بالحجارة وترديد الشعارات ضد إيران وضرورة خروجها من العراق، وتم التصعيد في هذه الاحتجاجات ضد السفارة بعد سماعهم لخطبة قيس الخزعلي. ماذا يعني ذلك؟ يعني الأمر واضح، يعني على قولتنا نقول كل من عدوه نصب عيونه. فيعني الشعب العراقي من بدأ التظاهرات ولحد الآن إحدى أهم الشعارات التي يرددها هي إيران برا برا، وهذا دلالة على أن الشعب العراقي واعي على موضوع أن العراق هو الآن تحت احتلال إيراني غير مباشر، ولربما يعني ترتكب في مقابل الأيام النظام الإيراني حماقة جديدة لربما ويتدخل عسكريا بشكل مباشر، وهذا يعني ما نحذر منه الإيرانيين لأنهم سيجدون العراقيين صفا واحدا أمام أي اعتداء مباشر إيراني بشكل مباشر وعسكري، وسوف لن يكون هناك مكان يأوي كل أذناب إيران ومن يواليها ومن يعني يدافع عنها بين العراقيين. ربما ستكون هناك ملحمة عراقية يسطرها هؤلاء الشباب إذا ما فكر النظام الإيراني وحاول أن يتدخل عسكريا في العراق. نعم، إذن نحن أمام مشهد يزداد تعقيدا في الحقيقة، ويبدو أن الأيام القادمة تحمل كثير من الأحداث، و يعني الوقت القادم محمل بالفعل بجديد. والله أنا أنظر للموضوع بشكل آخر، الوضع كلما يمر الوقت يزداد وضوحا وليس تعقيدا. الآن هذه الأيام هي أيام مفاصلة، يظهر الحق بشكل ناصع ويظهر الباطل بشكل واضح، وهناك تمايز ما بين الفريقين، فريق الذي يحمل هموم الشعب العراقي ومعاناته والصف الوطني ووحدة الصف بين مكوناته، وبالطرف الآخر كل هؤلاء العملاء من سياسيين ونفعيين وفسدة. يعني اليوم ربما هذه الأيام ستكون منازلة بين هذين الطرفين. شكرا لك سيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كما نشكر من عمان ضيفنا الأستاذ الدكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي.